تجسيداً لرؤية المملكة 2030 ودعماً للجهود الدولية من أجل مكافحة كوفيد-19، قدمت المملكة مساهمات كبيرة مناصرة للمجتمع الدولي، مرتكزة على ثقلها السياسي ودورها الريادي إقليمياً ودولياً، وعملاً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تعمل المملكة على معالجة مختلف القضايا بالحوار البناء وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وصياغة الرؤى المستقبلية لتعزيز السياسات الدولية. I would like to congratulate the Kingdom of Saudi Arabia for the steps it has put in place to make the Hajj as safe as possible this year. This is a powerful demonstration of the kinds of measures that countries can and must take to adapt to the new normal. It's not easy, but it can be done. ومن منطلق اهتمام المملكة ودعمها للجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، قدمت مبالغ للمنظمات والجهود الدولية في هذا المجال، فقد قدمت مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، وشملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى، و200 مليون كذلك لصالح منظمة الصحة العالمية. كل هذه المبالغ قدمت من المملكة العربية السعودية من أجل المساعدة في التصدي لهذه الجائحة. بقدر ما كانت المملكة حريصة على دعم مؤسساتها الوطنية في مواجهة تحديات وتداعيات كوفيد-19، إلا أنها لعبت دورا أساسيا على الصعيد الدولي من خلال دعم الأنظمة ذات البنية الصحية الهشة في الدول الفقيرة بما يزيد على 220 مليون دولار، وقدمت المملكة 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية في تحسين الوضع الصحي العالمي. Saudi Arabia is one of the largest donors from the Middle Eastern region to COVID response or the global efforts against the COVID pandemic. More specifically to Gavi, the Vaccine Alliance, Saudi Arabia pledged $150 million last year to one of the Nobel Initiative, Gavi, WHO, World Health Organization, and CEPI. Launched last year together with other partners, Saudi Arabia pledged $150 million. تلعب المملكة دوراً فاعلاً في الساحة الدولية استناداً على رؤيتها واستجابتها السريعة للتحديات التي يمر بها العالم وحرصها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، وانطلاقاً من إيمانها كعضو فاعل في المجتمع الدولي حيث لا تزال جسورها الخيرية ممتدة بالعطاءات الإنسانية المستمرة. جهود دولية وأممية تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل القضاء على كوفيد-19، وذلك باعتراف منظمة الصحة العالمية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة، جنيف.